تنقر هو واخته وراح زعيل وهني طلع بيت اخوه وهو تاري ضر ظهر وصلى العصر وراح اشترى حبي وجا شربا اخذوه على المشفى بعيدي جابوا ميت. وبننصح كل أخ عنده محل تجاري أو صيدلي زراعي أو اللي بيتعاملوا فيهن ما يبيعون للأطفال إلا ليكون واحد كبير، لأن أي غلط فيهن خلال ثواني يؤدي إلى وفاته.